حلو اهو عامله اقول البلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح يا بت شيمو؟ حلو قوي لايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه اتوكل على الله. يلا يو. في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. وده ايه اصله ده؟ يا نصيبتي السودا. هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت ردم، كل شويه عمال تجي في بلاوي وترمي على امي، ده ايه الوكسه السودا اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاعي ان شاء الله. اسكتي. بعد اذنك يا هي وقفت النار على رجليها تعبان عصبها. تعالي رجعي بره. تعالي تعالي ريحي هنا ريحي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانم اللي جوا ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها. تقف جنبيها انا ماليش فيه. بقول لك ايه انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش. هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل. ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ ما انزحها من الاول خالص، احنا نصيبنا صغير. هديك من البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، هي تقعد معك هلتك سندس بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي البيت ده بلاوي من كل لون يا بطيسطه؟ ثم مين دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طينه؟ يا بنت طلعت مينا وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه. اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده بدل ما يطردك انت وخالتك بره البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه. اتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد زي اللي نسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطة طمعانة فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقرة. مين ده تشتري كل البقرة اللي في السوق؟ ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه؟ ايه هتدفع كام؟ بلاش على انجازك كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها. ببص عم بقع. بقول لك ايه عشان اهل الحارة يصدقوا بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها ونص اصلها. يلا حلو كده؟ اهو بالراحة. الله ينور عليك. الله يا عم شكري. يا كوريا راحوا فين؟ ده هيمة. ازيك يا هيمة؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. هيمة هيمة خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك يا هيمة؟ كتبت ولا لا؟ عيني يا سيد يا مشعط يا جرجير. بس يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهو؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان زمان قوي. يا اختي بطن البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا. ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي متشكره قوي يا تونس. والله العظيم يا دوب كده. يا دوب. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي قال بتقول بنت خالتها بس بنت حته قشطه والله بس بتورتون. طيب بما انكم بقى تتكلموا في شغل اسيبكم انا واستاذن عشان ما احسش ان انا غريبه في وسطيكم. لا 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 بروبلم. غريبه ايه يعني؟ حضرتك وان اوف ذا فاميلي يعني هيك فرد من الاسره. لا 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 احسن اسيبكم على راحتكم. انت فين؟
فين؟ ايه ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ دايخ عليك انت. حتى هايدي تليفونها مقفول ولا ايه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ بعدين انت ازاي يا استاذ تنقل هايدي من البيت الراقي بتاع دريه هنا؟ قصدي سيادتك بيت الدعاره. لا 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 ما اسمعلكش تقول كده. دي ست لارج ومعروفه في المنطقه كلها، لارج وساعات بتبقى اكس لارج لان بيتها مفتوح للجميع. فعلا مفتوح البحري. هي شقه دعاره حقيقيه؟ ايوه شقه دعاره حقيقيه، والبوليس راح هناك ولم كل الناس اللي فيها ونزلهم بالملايات. ولو هايدي ما كانتش لحقت نفسها ونزلت من هناك بسرعه كان زمانها لبست قضيه اداب بجد. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، مش بتاع الكلب الموضوع ده، ما يصحش كده عيب. وايه اللي ما يصحش يا ابو طالب بيه؟ ما يصحش اقول ان هايدي كانت هتتمسك في قضيه اداب، لكن يصح ان حضرتك قاعده في شقه زي دي؟ صح عمي والنبي يا عمي، ممكن تاخدني الاماكن دي عشان عمري ما شفتها غير في التلفزيون؟ ممكن تتنيل دلوقتي ايا كان اللي حصل، انما انا ما اسمحش لاي بني ادم على وجه الكره الارضيه انه ينقل بنتي من مكان لمكان من غير ما يقول لي. وبعدين يا استاذ بصفتي موكلك ممكن تقول لي هايدي فين؟ ولو سمحت تاخدني ليها. وبصفه هايدي موكلتي يا ابو طالب بيه، من حقها السريه عليا، وهي طلبت مني ان محدش يعرف مكانها. يعني ايه يعني؟ انت مصدق نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ انت خريج حقوق يعني داخلها بستين في المية، وموضوع الدكتوراه والأكاديمية والدراسات دي أي حد ممكن يعملها. انت تقولين على مكان هايدي دلوقتي، احنا مش هنتحرك من هنا غير ما نعرف مكان هايدي، وتعاملنا معاملة الناس اللي بتدفع فلوس. طيب اريحكم انتوا الاتنين، انا شخصيا معرفش مكان هايدي. الحاجة الوحيدة اللي اعرفها انها قاعدة في مكان آمن جدا ومريح جدا. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برجلك اليمين افرجك بقى على الشقة. زي ما انت شايفة كده حاجة برحة، هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحارة عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب، كنب زين، قعدته مريحة كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعة محمد علي هتلاقيها كلها مفروشة كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان أيامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنة الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده. شفتي طقم ده زين؟ ده طقم اثري، ما فيش منه الا اتنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعال تعال بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكره قوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دوره الميه. دوره الميه ديت زينه، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها، تعالي اتفضلي 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 يا هاني. شفت بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الاخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجة جميلة والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي اتفضلي. انت بتدعي ايه؟ اه انتي خشي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقنطه سفن ستار. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج بعاطع بوهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبارك بيها. الله يرحمه كان راجل برك من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصورة دي بقى لها 40 سنة محطوطة كده اهو، فمكانها كده اهو زي ما هو، أبويا وأمي ناموا تحتيها وماتوا تحتيها، على الفرشة اللي أنت هتنامي عليها دي إيه؟ تيجي أنت دلوقتي وتقولي لي أشيلها تبتعدي إن شاء الله. بقول لك يا خال، اسحب البتاعة اللي أنت جايبها لنا دي معاك، هي هتتني وتتفرد علينا ولا إيه؟ شكري مشيني من هنا دلوقتي حالا. في داهية. استهدوا بالله يا جماعة، إحنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا. يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح،
هايدي دي راحت في الوباء دلوقت باسمك جمالات. جمالات فهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن أم كحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. أفهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين إن شاء الله. مين؟ تفضل، هذه المتعلمة بتاعت المدارس. أمال بتتعوجي عليا يا أختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثلة الأجنبية اللي بقى عامل كده هو زي القنصة كده هو. مش عارفة جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيرة الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي، ست جمالات دي، ست نظيفة وعفيفة وسمعتها كيف البفتة البيضة. أي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حق. ما أصل اللي زي دي تهف 50 مليون أخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، إنما أنا أقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفقلي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. أمال عالمها أبيض وأحمر وأسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحة الدم، وناس قايمة نايمة في السواق. إيه؟ أنت بتتكلمي عني كده إزاي؟ أنا بزنس وومن شريفة ومحترمة، عمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو أنا لو كنت نصابة كنت هتلاقيني في المنطقة الحقيرة دي؟ أنا كان زماني قاعدة في واحد من أحسن الأوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وأرجع تاني لحياتي الطبيعية، لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. أنا مش هطول في القرف ده ومع الناس والأشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي. ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هانم، يا جمالات هانم، يا جمالات ما تأخذنيش. كوريا دي بنت جدعة جدا وبنت بلد، وبكرة تعرفي قيمة الكلام اللي بقوله ده. بعدين انت كوريا فيه مالك؟ الهانم هتدفع لي 500 جنيه إيجار الأوضة في الشهر، مش قليلين يعني. 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي، وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومة الجزار اللي شبه العكاوي ده. قلت ايه؟ ماشي. هي الفلوس مش القصة يعني، هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟ سندس دي قطة؟ شكري I'm allergic to cats. شوف بتشتبهي. لا بتقولك ربنا يشفيها يعني، ربنا يشفيها. عندي حساسية من القطط. لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطه هي، سندس دي خالتي ونايمه جوه، وعلى فكره غلاوتها من غلاوه المرحوم امي بالظبط، يعني تدوسلها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطتي ايه؟ صل على النبي. بقول لك ايه، انت خلاص ما تفرجوش علينا الناس مره، انتوا قرايب وتفرقتوا وتقابلتوا تاني. بعدين مش فاضلكم، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله اقعدوا مع بعضيكم كده، يا سلام على جمالكم، ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم. انا نازله الكوافير راح اشوف اكل عيش، كفايه وقف حال. عاوزه حاجه؟ عايزه اكل، جعانه قوي، بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، امال ايه يا اختي؟ اقعد معاكي حروسك فوتيكارت. ثم بقول لك ايه، انت ما انتيش لوحدك، انت معاكي سندس جوه. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين خالتي دي مكركرو بتتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها، ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي ده اكل اهو، لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه. بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعي، بتفتكري الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلبي لي دليفري. ايه؟ بقول لك ايه، احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من وشنا كلها بوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ بشتمك طبعا. هي بتشتمي؟ وما اصله ده؟ شفتي عفريت؟ عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟
صدقت لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيكم في فلوسك يا اختي، مش عاوزين استغنين. بقولك ايه، انا اصلا ما عادتي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا، كوريا اتصلي بشكري حالا، عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه، يعني اتشنجت في جمل. ايوه خير. هاتي. الو اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي دقيقه زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي لي تجيب قرش انا شو عايزه اتنشا. ايه نشوف. شوف يا هيدا هانم، انا عربيتي تحت امر سيادتك، بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك انت وعربيه مروان بيه، انا عمري ما كنت ناكل الجميل. شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. معرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه هشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك، يعني انت قاعده هنا متويه في بطن البقره، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا اصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وانا عارف ومتوكد ان الاوضه اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك انضف من المكان ده 100 مره. بعدين عايز اقول لسيادتك حاجه، بس يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطه قبضت عليكي ورمتك في التخشيبه مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها يا هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقره احسن من جنه التخشيبه. لازم نستحمل يا بنت الناس، واذا كانت على كوريا يعني مضايقاكي بلاش تتعاملي معاها خالص. كوريا مين مضايقاني ايه؟ بقول لك دي مش بني ادم اصلا. يا ستي اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. واوعدك يا هيدا هانم اذا احتجتي اي حاجه اكتبها لي بس في ورقه، شرب واكل واجيبه لك لغايه هنا. بس تفهمها تحفظ ادبها وما تكلمنيش بالاسلوب الفالجر بتاعها ده. هو انا بقى كده ومش هتغير ولا عجبه؟ كوريا يا بنت استهدي بالله وافهمي كويس، انا مفطنك قبلك ده قبل ما اجيبها لك على هنا. لدي هانم بنت زوات وفي ديقة، وانتي جربتي الديقة قبل كده. احنا صعايدة وبنفهم في الاصول وولاد بلد، اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مش جاية تشحت منك ولا تقولك لله، دي جايبة لك فلوس، يعني ربنا بعت لك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشاخي، مش عايزة منها حاجة، زي الولية اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع، مش عايزة حاجة من الفلوس. وبعدين خل يعني على رأيك، طالما هي في ضيقة قوي كده، دي مش مكسورة حتى ولا غلبانة؟ لا بتتنك، بتتنك علي أنا مش عارف. وبعدين برد يا خي، والله دي برد، عاملة كده زي حتة الدهنة في الشوربة الساعة. ايه الدهنانة اللي انت مربية وسطيها يا دي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ أصوابعك دي زي بعضيها؟ أنا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عاملة زي الفنطاب، زي الطوفي، يتقطع الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيتوا عليه كتير هيقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي، بزياده قوي يا خال، دي قهران، دي عامله فيها جلينا جول بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك بتبقى عايزه تنامي. قومي تخمدي وهمليها، قومي قومي. وبعدين استحمليها على راي البشمهندس اللي بيقول عشان الشوك اللي في الورد بحب الورد يغور الورد. ترتت، قومي نامي قومي. Ha ha ha!
ده اهو، تلاقي توك توك معدي ولا حاجه. خش نام، بطل صلبطه وخش نام اجري. اهو توك توك. ايه القرف اللي انا فيه ده يا رب؟ ايه ده؟ انت مالك بس؟ فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين ده؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ابعدي ابعدي. هي كوريت زمانك؟ نعم يا استاذ شكري. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كوري عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملتليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بسطرمه بس يتوصل يشيل منها التوم. تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس. غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي. تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته. وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقول عليا مجنونه يا بنت الابد؟ بس اسكت. بس جدك جدك اكبر قبل. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي اللي ناقصه؟ يا كفره انا جعانه. يلا هتروح النار. يلا يلا يا سوسو. يا كفره وكلوني يا كفره انا جعانه. اتفضلي يا سوسو. ما لقيتش غير المكرونه دي. كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه. خد اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا موسوكا يا جماله. تفتحي ما تخافيش. ثواني ثواني. اهلا يا تونس. تفضل. سلام عليك. اهلا وسهلا. تفضل. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ يوه مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش. كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تونس سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قوليلي هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني بيتها واولادها وجوزها كلهم النار النار كلتها. غراب غراب طلل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي كولي. بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها. اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. سعد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. سعد بيحب البيض. بيحب البيض؟ ادرى بيه. انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك. قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك عشان انتي غلبانه بتصعبي عليا. والله اصلا انا عشريه عشريه قوي 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 يعني.
ميرسي، متشكرة قوي يا تونت، شكرا. بس أنا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان إنك عندك شوية ظروف. هي إيه خير؟ هو أصلاً أنا لما كنت في الخليج زمان يعني من وأنا صغيرة اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي، الله يرحمه توفى خلاص. لا إله إلا الله، الله يرحمه ويحسن إليه. هي الدنيا كده هو. والله الكويس بيمشي وبتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ اه. طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه، قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني، هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. سلامه. اتفضلي يا تاتا. قولي لي، انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيه. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله، ليه ما بتقولي زيهم يعني؟ اصلا يعني اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. فما ايوه 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 كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. سلام عليكم. الو يا دينا، انا هايدي. اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا؟ بقول لك انا هايدي. يا دينا يا دينا، انا تعبت قوي مش قادره استحمل اللي انا فيه. دينا انت ونادر ما حدش فيكم بيسال عني ولا حد بيطمن عليا. لا والله، اصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول، بس عموما يعني هو على وصول، يعني المفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعه كده. طياره ايه وطريق ايه؟ يا دينا بقول لك انت ونادر ما بسالكيش عن محمد. يا دينا انا محتاجاكوا بجد، ارجوك. طب خلاص، حاضر حاضر، هبلغ هبلغ. اوكي يلا، باي باي باي. ايه ده، في ايه؟ انت كمان يا دينا؟ ايه اللي بيحصل ايه ده بس؟ السلام عليكم. ايه ده الموبايل بتاعي؟ ايه مالك، في ايه؟ انت جبت ايه؟ ورثتيه بالحياه؟ ده لسه شحنة كارت ب10، ليك خلصت الرصيد كل. مش كفايه وشك الفار والنصايب اللي جالي في رجليكي برده؟ السلام عليكم مزوقه. مين دي؟ مين؟ انا تعبت قوي يا دينا، مش قادره استحمل اكتر من كده خلاص. يا حبيبتي ممكن بس تهدي شويه؟ احنا كلنا معاكي على فكره، وانا مش هسيبك ولو حصل ايه. وعلى فكره نادر يعني بيحاول بكل الطرق انه يخلص قصتك دي بسرعه. انا مش فاهمه انا هنا ليه وبدفع ثمن ايه، كل ده عشان حبيت مروان ووثقت فيه يقوم يبهدلني بالشكل ده؟ يا دينا انا بموت كل يوم ألف مره وانا بتخيل ان هو دلوقتي في حضن نجوان وبفلوسي. طب هو لو كان عايز فلوس كان قال لي، انا كنت اديته اللي هو عايزه. ولا هو بيحب نجوان من الاول؟ معقول يا دينا هو كان بيحب نجوان من الاول وبيضحكوا عليا؟ وليه يا دينا انا هتجنن؟ على فكره الحمد لله انك كشفتي ده على حقيقته. اهدي يا ست هايدي، اهدي، وان شاء الله كل شيء وله اخر. اصبر ايه وكشفت ايه؟ ده مش بس خني وسرقني، ده خلاني هربانه زي المجرمين. ده انا حتى ما بقتش انا بقيت عايشه جوه واحده ما كنتش راضيه اصلا ان انا اعدي من جنبها. عارفه بس يا هايدي اسمعي بقى، انت اقوى من كده، انت صاحبتي وانا اعرفك اكتر منك. الموضوع ده مساله وقت وهتنتهي، وكل حاجه صدقيني هترجع لطبيعتها. الفلوس سابهالك انكل ابو طالب عشان لو احتاجتي اي حاجه. وبعدين البطاقه دي نادر بعتها لك عشان اسمك الجديد، بس بيقول لك ما تستخدميهاش غير لو اتزنقتي قوي. يعني يا حبيبتي يستحسن انك ما تستخدميهاش اصلا. وانا يا ست البنات كل الطلبات اللي انت طلبتيها والوكل وكله جبته لك اهو. انا متشكره قوي يا جماعه، مش عارفه بجد من غيركم كنت هعمل ايه. مش متسجل باسم حد بس شغال، انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره،
انا عايزه ارجع بيتي وقطي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي اشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش فردة الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك اوضتك ده مين يا حلاته؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقول لي اوضتي وما اوضتي يا اختي، اوعي انت رخره كده، ابعدي كده عنها اهو. انا خبط قال ان شاء الله داخله دوره الميه. شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها؟ شايفه القرف اللي انا فيه؟ انا اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي، بس معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس، انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه اتقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيكي، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي يمين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه مني يا اختي، صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه ده، ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسحي البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله، ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي عبارده يا سيد غلطي. بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من هنا ازح وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع وتنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهو نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصل يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنب يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل. اساليني انا يا اختي. سيبيني استنى عادي، سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك ايه شويه؟ هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فينك يا كوريا؟ لحد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي؟ احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفشه ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا وليه يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكايه انا اخد الستتين الحلوين دهم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا. فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشربه في خرجتك انت وهي قادره يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه. اشرب يا بنت في خرجتي يا دي البنت اخسى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قله الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم.